إذا أقر التعديل ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي. منظمة هيومان رايتس ووش تضع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي تحت المجهر، وتؤكد في تقرير أصدرته أن البرلمان يسعى للسماح لمرجعيات دينية بدلا من قانون الدولة بتنظيم شؤون الزواج والميراث على حساب الحقوق الأساسية. ويضيف تقرير المنظمة الحقوقية أن التعديل المراد إجراؤه يشرع زواج الأطفال من الإناث في سن التاسعة ويعرضهن لمخاطر العنف الجنسي والجسدي وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية والحرمان من التعليم والعمل. فالفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف. يتابع التقرير ويؤكد أن المقترح يشرع مشكلة زواج الأطفال الكبيرة والمتنامية في العراق بدلا من محاولة حلها. وبحسب المنظمة الدولية فإن معدلات زواج الأطفال في العراق تحت سن 18 عاما ارتفعت خلال العقدين الماضيين إلى 28%، أما بعثة الأمم المتحدة في العراق يونمي فقد أحصت في وقت سابق 22% من الزيجات غير المسجلة لفتيات لم يبلغن 14 من العمر. وفيما يتعلق بتطبيق المدرسة الفقهية تبعا لمذهب الزوجة في مقترح تعديل القانون، ترى هيومان رايتس ووتش أن هذا الترتيب يكرس الطائفية في العراق ويقوض الحق في المساواة القانونية المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمطلقات، تقول هيومان رايتس إذا طبق تعديل الأحوال الشخصية فستفقد النساء كثيرا من وسائل الحماية وبعض الحقوق في الميراث، كما أنه ينتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداوة التي صادق عليها العراق عام 86، وينتهك أيضا اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها بغداد عام 94. وخلص التقرير إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالبا أعضاء مجلس النواب برفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية. وبخلاف ذلك فإن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي بحسب المنظمة.